قدر وقدره. اي والله اني ما نسيته. قلت فلان فلاح، اذكر بالنسبه فلاح، قلت فلاح فالح فالح، قلت فالح ايش رايك نتهاوش؟ والله العظيم قسم بالله يا جماعه اخي ما ادري ايش طرى في بالي وقتها، لاني شفت لي هوشه قدامي. المشكله خويي 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 خويي، قلت فالح ايش رايك نتهاوش؟ قال يلا تم عدو من عندي دليل، احنا نطلع برا ننزل شناطنا، قف 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 قف، كل واحد ضرب الثاني، شلنا شناطنا ومشينا. والله انا هذا اللي صار يا رب، قسم بالله هذا اللي صار. اعطيته مخمس كح 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 لين فرقوا، لكل واحد منا دايخ يا بس سلامه. لبسنا شناطنا ومشينا. يوم الثاني احنا من بعض فضاوة. يعني انا بعرف وقتها، برجع لنفسي وقتها وقال ليش سويت كذا؟ لمون كثرون كثرون. وين فال علي؟ والله اني اتوقع ما خاب ظني اني سمعت انه مسجون. يعني له تقريبا حول 7 سنوات او 8 سنوات. لا خوي ما يقرب لي، لا والله 10 سنوات بعد اتوقع انا مسجون ل10 سنوات. حبي اخبارك؟ عامل ايه؟ صح النوم؟ صح النوم؟ صح الحمد لله. ابي 2 شباتي بيض جبن. 2 بيض جبن و 2 شباتي لبن عسل. لبن عسل مشروب؟ مشروب ايش؟ كراك ولا شيء؟ جيب 1 شاي و1 عمضيات. 1 ربيع؟ لا برند برتقال. ها؟ برند برتقال. برند ما في عمضيات. جيب عمضيات. شي ينفس ذا. أخي دائما ألقاها مروق. ألقاها اليوم نفس. توه صاح من النوم يا أخي. قدر الناس عندك. برندا. إيش تسمونه أنتم؟ أمانة إيش تسمونه؟ برندا ايش تسمي؟ براندا يعني ولا ايش؟ ميراندا برندا جعل اسمه ميراندا، برندا اسمه موراندا. يا اخي لا تكذب. شوف لا نكذب على بعضنا، لا نكذب على بعضنا يا رب، معلش لا نكذب على بعض. كلبونا عيال قريه. زين الخصلة يا شيخ. شوف الإنسان. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ قال لي انجلي صح؟ ايش قال لي؟ قال لي شيء. هو ايش قال لي؟ سبي صح؟ اخرج. مرحبا يا فهد. والله ابانا قال اخرج، مدري ايش قال. طيب ايش تبون اعلمكم بعد؟ في علوم واجد. شعري يضاني بحلقه صح؟ انا والله انا جايز لي الشعر الواجد. علمني ايش اللي خلاك تلبس هالحز يا اخي.
السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ جاي بيطلعني طلعته. خليكم معي دقيقة. شوف من أرسلنا. تبقى ارحب يا ركان، ارحب ارحب يا ابو رحيم، يا مرحبا ومسهلا ارحب يا ابو رحيم ارحب. وش اللي جمعنا في سياره واحده؟ انت ركان منو؟ ها ركان من؟ لا ذا ركان داعم عندي. عندي يعني انت طايش؟ انت ركان ولا وش؟ اي طايشين انا وركان واللي عندي كلهم طايشين. وحنا ابن عاصم تبون حيكم في ذمتي حياه. يلا 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 انت تبون. ايه تعال 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 تعال. متى فاتت يا اخي؟ قلبي كذا قلبي ما يطوعني عليك. بس هذا شو اسوي يا ابو رحيم؟ شو اسوي؟ ارجع على ما خير كركبه انت ولي عندي. ابن عاصم تعال ابو جابر. ارحب يا ابو جابر. ارحب يا ابو رحيم. ارحب يا ابو جابر. اهلا وسهلا. اعلى ما في خير كركبه انت وداعمينك. تعال 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 تعال. اسمع اسمع يا ابو رحيم، ميوت لين تنتهي الجوله. ميوت ميوت لين تنتهي الجوله. الحين الناس حنتحمس. شغل شيلات وكذا. دقيقة دقيقة بس بوريك حاجة بوريك حاجة. دقيقة. ما تعرفوني زين صح؟ أنت داعمين صح؟ صح؟ أنا لحد الآن ما أعرفك. ما أدري داعمين يعرفونك ولا لا. في تجهيزات، في أمور قوية. شغلنا شيء يا ولد، شغلنا شيء. داخلين محل مساج حنا ولا جول؟ الله يسعدك. تعال 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 تعال. قاعد تقرا علينا انت؟ يلا يلا نبدا. يا الله يلا يلا يا ابو رحيم نضرب الحديد وحامي. كم هير بيبي. تعال 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 تعال. حبارك اقوه. ميوت ميوت. علموا من هن. تكبيس تكبيس يا ربع تكبيس. لا تضربون المعدبل، لا تضربون المعدبل. لا حد يضرب، لا حد يضرب، لا حد يضرب الحين. لا تبرح اذا انت التب الاول. نبي الضرب معدبل معدبل. لا تبرح اذا انت التب الاول. لا يفرح. ارحب جباتي. انا اسف اذا يرضيك ما اقصد. تسامحني. يلا يا حباني. تراني عصب. يا حيكم حياه والتكبيس، يا حيكم حياه والتكبيس. اجويحه ما شاء الله يا اجويحه. طلع الدراهم من عندك. دي انا عارف جوكم وش تبون. تخفيضات الجمعه البيضاء. أدبل أدبل يا حباني، أدبل يا حباني. يا حيكم طبل. يزق لكم زقام. يلا أوه أوه يهو. صاير بالدنيا.
يا الرابع. عادي 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 يا ابو رحيم عادي يا ابو رحيم لا بد يا ابو رحيم الكثير الكثير يا ابو رحيم يتمنى سقوطك لن تسقط يمكن فترات تكون كذا ولكن لابد نرجع بقوتنا لنعرفها نعم قوتنا المعتادة بعدين حنا الحين في ايه تصدق يا قلت الجوله فطي لا انت يا 32 مرحبا اللهم وسع يا ربعي يا ربي يا ربي لا لا احس فيه مكان فيه مكان احس فيه 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 شيء بيصير فيه شيء بيصير فيه شيء بيصير فيه شيء بيصير في شيء بيصير قولوا لا اله الا الله 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 يا مجاهد سلم ما جادنا عادي 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 زوز أهنتي 32 S.A. إنجليش أشجان جويحة حمدة فهد الشيباني السعودية الربع كلكم كلكم جعني والله ما خلا منكم والله لا يهينكم رحيم لبيه ارحب يا جار احنا كانت الامور طيب ازعجت جارك يا ابو رحيم خليك دقيقه ارحب يا ابو عبد الله ارحب كنت بسلم عليك سحب عليك ارحب ابو عشق يا مرحبا ومسهلا الوضع كان اشكر داعمينك اشكر داعمينك العفو ويستاهلون الشكر وبيض الله وجيههم جعني ما خلا منهم العدم استاهل يا ابو عشر انت وينك فيها الحين والله عني عند العمال انتظرهم في البيت طيب الحكمة الاول الحكمة الاول طال عمرك تنزل وتركب ورا نفس سيارتك زين كل ما ناديتك تجي تطق بوري ثلاث مرات يعني اركب ورا وارجع ادق بوري لا تركب ورا اذا ناديتك تجي من هنا من عمرات وبتطق بوري ثلاث مرات الحكم الثاني طال عمرك تنزل وتركب من قدام على سيارتك لين تنزل مع الشنطه من وراء من فوق ثالث الحكم الثالث ثلاث حصانات الله اكبر ثلاث حصانات هبول انت افتح جوال وقت اوكي اوكي اجي ودك بوري
اذا ناد... تركب والله اذا قلت تعال تجي تدق بوري. تعال طق 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 بوري تعال 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 يا غبي تعال كلك مو بتطق بوري بيدك. لا يا مهبود اقسم بالله انك تجي قالك تجي كامل طق بوري تنزل تركب مع الباب. لعن الله شربك لعن الله شربك. ايه تعال 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 طق بوري وانزل واركب من ورا. عيب عيب لحد ينظر سيقاني يا الربع عيب. يلا يلا ايه تعال انزل من هنا انزل من هنا من هنا وراح اركب من ورا. لا كذاب ما قلت والله اني قايله والله قلت تنزل تركب من ورا. ايه يلعنك الله تعالي وين لا تفضحنا خلا شوي خلا شوي خلاص استغفر الله ما لعنت لعن حرام يا ربع. اسمع باقي طقتين جارنا جارنا خلي تعدي دقيقة. يلا يلا المهم يا جماعة الخير للأمانة حسبي الله عليك تصير مع الأيام. اللي يقول باقي ثلاث باقي ثنتين باقي ثنتين باقي ثنتين باقي ثنتين اي باقي ثنتين. حسبي الله عليك. اخلص باقي تعال طق يلا 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 باقي الخيرة الخيرة. يلا تعال 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 الخيرة يلا. شوف تروح بها علي الحرامات تروح بها. لا حول ابو رحيم انت اللي جيت وكذا وتحمستنا وهددتنا لكن ترى احكام سهله والله انها سهله. طق بوري يا غبي طق بوري ما طقيت بوري طق بوري دقيت الثالثه ما طقيت طقيت والله اي خلاص هاي الثالثه اي تمام الحين تمام. رح انا انزل افطر ابوي. اسمع 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 ودعناك الله يا ابو رحيم وباذن الله بيني وبينك لقاء قريب ان شاء الله قريب ان شاء الله. يلا يا حبيبي ان شاء الله يلا ما تشوف شر يا حبيبي اي لاف يو. هذه استانستوا الحين استانسوا اذتهم حركاتكم ما تخلونها. يحسب اني بيروح بها يحسب اني بيروح بها ما يدري اني انا يا احمد رحيم ما انسى ما انسى ما انسى ابدا ما انسى لا هو بنا اللي ينسى ولا انتم تنسون ما يدري هذه مشكلة الربع ما يدرون اني ما انسى. في ناس اخذت سنة اللي جبتهم ادورهم دورة ما يلعبون معي لين جبته. ليش ما تروح استراحة؟ أنا ساكن بالاستراحة. شلون ما أروح استراحة؟ أنا ساكن بالاستراحة. والله أنا ساكن بالاستراحة. تعرفون الحين الوضع يعني عزوبية يعني وضع شوي لكم عليه. ليش ساكن؟ ما بيت ما في أحد. فويا.
السلام عليكم. حمديات ولا بالشاي؟ بالشاي؟ ايه خلاص. علوم بوي كيف الحياة وانت عزوبي؟ والله العزوبية ما يبزين. ها؟ العزوبية ما يبزين. لا صدق صدق ابوي صدق والله بسألك سؤال جدي شوي. سؤال جدي شوي. سؤال نقدر نقول عاطفي أكثر يعني. زين. سؤال عاطفي اكثر يا ابوي الحين يعني الله لا يقول الله لا يقول الله لا يقول تخيل انك عايش لحالك ما فكرت ابوي وانت لحالك كذا الشعور ذا؟ لا والله مو زين بالله فكرت انت يعني والله مو زين الواحد يجلس لحاله بدون عيال بدون امه بدون ابوه ولا لا العمال ملهين هي وليه أنا هجيت ما قعدت يعني ليه أنت الحين عشان العمار ما تروح ديره إيه؟ والله صدق ما لازم أراقبه خلاص بسيط عشان بسيط العمار قصدك هادي أنا موجود إيه موجود أنا سمعت مرحلة الصراحة وين ها أقول مرحلة الصراحة مر ما أدري وين لا أقصد أنت ودك تروح ديره لا هاتي عبد الربيعي يطلع ها خلاني جا الربيع انت تشوف حتى العزبة الجيب ان شاء الله يعني تقول الحياة كذا الواحد الحال سيئة سيئة كيف بس اغتنم نفسك اغتنم نفسي؟ ايه اغتنم نفسك ليه؟ انت عارف ايش اقول العزوبية ما هي بزينة. شيك ما تبغى. ما فهمت مش معناك يعني كذا. لا فهمت. كيف؟ بسم الله. وين بس أسألك سؤال صدق. يعني سؤال حقيقي. والله أنا يكون صادق. سؤال حقيقي. بس. أن هنيا. زين. يعني أنت فكرت قلت يعني جلست أنت أبوك قلت لازم نزوجه. أمانة أبوي. من زمان أمانة زمان قبل كم؟ من 7-8 حول من 7 سنوات وين يعرس؟ إيه أمانة أو فكرت أبوي محمد ما عرس إلا قبل كم سنة شو مسويني قبل سنة؟ يعني أتزوج وأنا عمري 23 هبونا يا كم 4 سنين هاي ولدها حمش ما يصلح يزول ما يصلح قل لي انا ما احب اجلس في البيت احب البيت ما حد يحب يجلس فيه لكن الزوجيه ما يبسط ابوي بله وانت مع العيال الشباب اخوياك تسهر سرق انك ما تذكر وراك احد ايه بس ما ينفع المسؤوليه يوم يروح خلك يوم يجون عيالك بكره يوم يكبرون لا حيلك توك شباب انت تزوجت في العمر كم؟ عمري 24 ها؟ 24 عمرك 24 سنه؟ بعد يقولون عن حب ولا يقولون كبير هذا هو ما تدخل في خصوصيات مرة في صوت أبو أفحرامي بس
في صوت. والله في صوت. بس. امزع شوف. امزع شوف ايش اللي روعتوني. سلام عليكم. صباح الخير. كيف الحال؟ مية مية. ست ما شاء الله على هالعمر. الجو شو بدي؟ لا عليك طالع عليك ابوي. اذرع عندك جاكو. ليش ما انت؟ ايوه ابوي وين وصلنا؟ حقنا البوي ولا حقنا اقول ديكورات. لا اجل ابوي تقول قبل 24 سنه. يوم جاء كم ساكسه يوم جيت كبرك الحين وانت ما ظهرت زي الجيش. سؤال جدي شوي ابوي. الناس يقول الصوت يعني اتوقع لا تنتبه الصوت. ها الصوت كويس متابعه. ايش الكام؟ اوكي. وش اساسيات الرجل؟ صدق اساسيات الرجل اللي لا تزوج يكون الاساس هذا عنده. نعم. حاجه اساسيه. حاجه الاساسيه او شيء اسكن. هذا احسن شيء. لازم يوفر السكن. لازم اسكن. اكيد بيجي حوش يعيشون. لا اقصد يعني يكون عنده بيت ملك. بيت ملك ما يروح ايجارات. ايه حلو. الله الله. وبعدها ها؟ بعدها ايش؟ وش؟ لا يا ابوي لا 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 انا ماني معك يا ابوي. لازم حق بيت هاي يمكن يستاجر. ما عندي قدره اشتري بيت. استاجر شركه. بس الايجار ما يصح. ادري ادري كلامك صح ابوي. ادري انا ادري. يعني الحين تقول ان الواحد اذا جه يعرس لازم ياسس حياته. نعم. حلوي. الواحد ايش؟ لازم ياسس. خلاص انا رجل قاعد اسس. قل ما ابغى اعرس. ما بعرس؟ والله اني ما بعرس. اخاف من العرس. خلاص. عندك فلوس؟ ما عندي دراهم. والله ما عندي دراهم. نشوف لنا واحد ينفع. من هو؟ خلاص اعلمك لو ممكن. مش عام. لا. مش عام ودي بحس. اكبر من مش عام. اكبر من مش عام. انا ما يدخل. اي والله اخبار. والله يا ابوي ما رحت. والله يا ابوي ما رحت. اعلمك الصدق كشات نمس ثم الراعين هذه اخذت موتري ما تفحط النفوت.
ترى عيني مهبل. اكيد انهم اللي العام يحطوني. اقطعهم. ترى عيني يا ولد. العبوا في الموتر. العبوا في الموتر يا ابوي. الناس ما عاد استحلوجها. خلاص يا اخي موتر مو بخير تحط عليه. انا خابرك عاقل انت ما تحب. عاقل. اي والله هذه مشكلة. يعني موت شريه كم قيمته؟ ايه تحطون عليه بس انتبه بعدين لا تعطيه من المفتاح. اعوذ بالله. وكنت صغير تحط موت لا حرمت عليك. من؟ انا اول ما ايوه امانة يا ابوي امانة قد كشفت اني البحث على مطارك وخوايتك سكت ماما قلت لك شيء امانة طارق ما شفتي وش كنت اسوي؟ كذا تفرفر حكي الموتى يميني ساق على الكامري اي شو شفت؟ توك متعلم للسواقة توني تعلم السواقة اي بس قلت خلنا تسالني ما شفتك أمانة أبي سويت نفس ما تشوفني. أنا وين قبطني؟ ما عند شارعنا مع شارعنا؟ إيه. عند المطب. عند المطب. المطب هذا يا الربع لازم إني بحث عنده. لازم أبحث لازم يا ولد الحياة عند المطب ليش تدري ليش أبوي؟ إني عارف الوزنية. عارف الوزنية. اخذ المطب الام المتعه مره بحثت على الموتر كبول رحت يما سوق الغنم اتخابر هاك اليوم اخذ موتر وكنت يا ولد فيش اتخابر الشارع اللي جنب شو اسمه جنب المصرخ السيل ولا احطيها الاولى احطيها الثانيه يوم اعطيت الثانيه تروح اشوف انا الشارع عاد اتخابر تحت كم حط مخده ثلاثة وأربعة. والموتر يقول زي كذا لخشمه ورا للموتر طافي لركبي تقول كذا أشغل أنا أروح هذا حق ما عاد جيت السوق أخذت اليوم تذكرني من يقول ما عادني بالسوق وغدا أجيب العيد فيهم تبت بعدها خلاص تبت ليش؟ لأن مالد التبحيط ما بزي اي والله ما بطيب محمد رحيم تدري ان محمد رحيم كم مرة صدم على موتركم؟ والله صدم واجد صح؟ ترى كله يبحط والله ما ادري كله يبحط ابوي ترى محمد يبحط محمد صدم على موتر ابوي 10 مرات كلكم اكشفكم اكشفكم ابوي امانة اكشفكم ابوي الربع تدرون امشيها تدرون ابوي الربع ان يكشفنا كاشفنا في كل شيء يعني قابطنا في كل شيء وشوف بس ما يهرج ليه شوف ابوي بيسالك سؤال صدق والله سؤال يعني ابوي يعني ليش ما يعني يومك تشوفنا ما تكلم والله اسكت احسن لو يعني ممكن تكلم وتروح تزيد القضيه بس مشى الأمور مشها تمشي معك تمشي يعني أنت تقول مثلاً إنك يعني مثلاً يعني إن شاء الله لكم خلاص ما عاد يعني تقول يعني مرات إنك تسكت تمشيها يمكن الرجال أي والله مشي الأمور لازم الواحد يمشي يعني أنت تقول لو إني بدقق على كل شيء ما راح تدير ولا عشت مرتاح ولا عشت أبوي أفترض أكثر ترى يا معلم. بس أنا أعمل رجيم أيام دي. تعمل رجيم؟ إيه. قلت فرصة. ما أكل واجد. الله تلام. محمد ما قومت.
حمد عزابي؟ ايه عزاب. دق دق على اخر يجي. تبون وين؟ اعطاني مشغول. عطى تقع فتح. كني بكمل. السلام عليكم. سلام. صح النوم. ايه ابوي يقول الفطور. كيف؟ تعال تعال محمد. ولد ابوي يقول الفطور. يلا يلا. الفطور شباتي مو بتميس ترى. انت سكران. والله نسف. استغفر الله تسبق. ابو محمد. انت تخوي لك اخويا. ذكر ذكر. انا داري ان من اخويا. انا داري ان مخاوي ناس ما هو صحيح. محمد انت من مخاوي امس. محمد انت صاحي ولا سكران؟ سكران حرام. سكران 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 نوم. محمد شفت عارف هم السكرار كذا يصوت. يا محمد كيف تعرف السكرار؟ ما ادري كيف اعرف. دقيقة انت وينك الحين؟ انت وينك؟ انت وينك؟ رقد انزل انزل ابويا بيك. انزل انزل ابويا بيك. ما تبنازل عليك من لحظات. انا داري من يوم انك كنت من يوم انك عزاب وانت عليك من لحظات. مخاوي السرابيت. سكر ابوجي. انا قايل لك ابوي. انا قايل لك الولد هذا تربيته الولد هذا تربيته ما هي مضبوطه. ما هي مضبوطه. مدلع من يوم صغير. ويوم انك كبر مدلع. راح طق الباب وانحش. الله حلو ابوي. طق على الباب وانحش. طق الباب وانحش. انتبه لا يقف. يا حليلي يقول تعال تعال. شو شو من يقول لي تعال تعال يا بني اقبل دقيقة. يقول اشوفك امس تقول تعال. علوم يا عزوز. طيب عزيز شلونك؟ بخير. اخبارك الامير؟ وش العلم عزوز؟ تبي تلعب مع جولة؟ طلع احضروه. الظاهر نحضروه. الزين يا الربع يجيني الكاميرا ان الاشخاص اللي يبون فقاعد يقول كذا تعال تعال تعال. ما شاء الله تبارك الرحمن. مطر 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 يا ابوي ترى. مطرنا مطرنا مطر يا الربع. ابو راح ادق الباب على محمد. ما شاء الله. السلام عليكم. ما يمديني انزل. توك توك هذا. ما شاء الله عليكم.
سكران والله انا سكران والله انا سكران بعد والله سكران 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 ما شاء الله ما شاء الله يا مطر ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله اي والله مطر اوريكم اوف الوقت تبارك الرحمن زيني كان مطر زينا الدريش فاتح الدريش الدرج فاتح الدريش الدرج فاتح الموية تخربط حلو كان صراحة وريك مال الحجر شفتوا شفتوا أنت اللي طير شفتوا شكل حلو صح خالص باقي شغالين توهم باقي ترايش باقي شغل واجد وفي واحد يسأل يقول هلك وين راحوا شف ايش معك فيه يعني انا مزكي ولا كيف ها ممكن تسألي هذه خصوصية عيب عيب تسأل عيب تسأل هذه خصوصية ترى ها ابوي سكران ما جيت داخل سكران سكران ما فتحت الباب اليوم سكران يا ابوي ابد سكران خرب لا اله الا الله تقول واحدة قالت تقول لأخوك كذا تقول لأخوك كذا الشيخ انتم شلون نطلعكم من حياتنا انتم من النفسيات والله اني صدق شلون نطلعكم من حياتنا يعني شلون يعني وشلون تروحون من حياتنا نبي نعيش حياة حنا يعني نستقبل كل شيء اللي نضحك عنف العفش اللي انا مزبله الحطب اقول الحطب ما في حطب والله اني صادق يا اخي ابوي ايش رايك بالنفسيات هل يستحقون يعيشون معنا في هذه الحياه يلا الدنيا هذه الدنيا هذه صدق والله تحط الصاحي وتحط المجنون تحط الخمه والله انك صادق يا ابوي بسم الله عليكم بسم الله عليك لو مسكر ذا خليني اسكر لا 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 دخل هذا العادي بسم الله عليكم دقيقة جمالك اي والله تقول ابوي بالله امانة طيب ابوي في حاجة كشفتني فيها غير التفحيط وش واجد واجد بالله واجد بس ما اقدر اعيد بالله دقيقة امانة امانة ابوي عايد عايد اطلع ابوي اطلع من البث شلون اطلع اسحبك يا ابوي صح ايه اطلع ابوي اطلع من التعليقات و كفر ايه صح ها طلب اتوطاك انت وياه شلون نمحي تعيش من التعليقات
يعني وش أبوي بالله صدق؟ وش الحاجة تحس إني قفطني فيها؟ يعني وش أبوي؟ المراجل، فعل المراجل. يعني فعل المراجل؟ إيه. رجال. إيه. بالله رجال أبوي. شفتوا؟ ما جاء مصطفى ولا مكلي. لا ده راسلني. راسلك؟ إيه استأذن مني. شو يقول؟ أحمد الباب وكذا لازم يبيعك. يقول باب؟ يقولك سدبي باب. خلاص دامك استأذنت. قدامك استأذنت يلا. بباله. قول لازم نبيعها. إيه. سدبي باب الحديد عشان يأخذها. إيه. حد حد حد. خل والله أمس طرد الواحد طرد من؟ واحد جاي يقول في حق إيه لا أنا خليت لين يستأذن مني عشان ما يحط من الرأس مسوي ذيب خلاص اسمه في ها يجي قبل أمس جالب واحدين كويس وحتى السريع يوم جاء أمس والله جنب واحدة ثانية حقنا الحجر دولي حقنا الحجر قلت وين ذا وين اللي أمس ليش ما جاء قالوا هذا خلاص راح يشتغل هو معنا بس إنها أمس قلت كذا من تمام إيش رأيك زين نقهوة خطر قهوة صح خطر قهوة زين قهوة صباح ترى ما في ما في إيش هل ما في؟ الرن ما في مطحون. زين أبوي. هذا حوشنا زين حوشنا الجديد. بس يا أخي فيه حبال أدري إيش معلق له. يا اخي الطبع هذا انا ما ودي به الا وهني اللي ينامون وعيني جفت لذات منامي الا وهني اللي ينامون وعيني جفت لذات منامي حبيبي جان النوم قفر قد الله يا جاي ألا وهني اللي ينوم عيني جفت لذات منام حبيبي حين الموية وين المويه وين؟ المويه اسمعوا ما علمتكم مسافه جديده ما علمتكم جبت العيد يا خان احس انها مويه حلوه شوف احس انها مويه حلوه طلع وش هو صابون حسبي الله حطيت بها البليه الغلايه يا اخي شو النظام الجديد البايخ عانوا احس انها مويه حلوه دقيقه دقيقة يا بعد حي دقيقة
تقيد طول عليه انت عارف معنى معنى الحب حبي انت قلب طول عليه انت عارف معنى معنى الحب لما تستنى علي لما تتعرف علي حبي ايه اللي انت جاي بتقول عليه حبي ايه الحين انا وعيني اللي نموت وعيني جبت لبات غنامي حبيبي علي بالهون بالهون أعلمكم أحمد كم طولك وإيش تبي تستفيد طولي 179 179 الهيل وين فلفل اسود اقوى ريحتك اقوى العويدي وين؟ العويدي وين والهيل؟ أبوي الهيل والعويدي وين؟ الله عليك بعد دار ممشى
يعني الهيل ما في هيل؟ ليه؟ ما في هيل. احد يشوف دروجنا اغراضنا. وين ابوي؟ سكر خليني اشوف. ما عليك وين شغلك؟ وين شغلك؟ ابوي هذا ما لقيت غيرها. الحين امي تقول يا فاضحين فاضحين، الحسبان ما عندنا هيل. خلاص ازل الموضوع عندي، ازل ابوي. حبي اللي انت جايبت له تم بشوف هناك. يا ولد ملت اقولي لك انا معك. شوفوا من نفسها هذا. ايه هذا انت ما شغلت وش اسوان؟ ما شغلت هلا انت شغلها اشتغل. ما شغلت والله شغال ابو. شغاله يا ابوي والله شغاله. علي احتراس ابوي. لحظه يقول ثبت يقول ثبت يقول ثبت. ارجع ارجع ايه. هذا اشتغل. طيب هذا ايش ما يشتغل؟ ما اعرف. خلاص خلي هذا ما بدايما انا اعلمك. ما بقول ما بقولش. إيه مش عنك ولا اعتبرك ولا لا. لحظة 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 خليني يدي يدي روح روح اسرع. خبر بعد مسكر. لا مسكر خبر جاء موت مسكر. صارت ملازمتنا والله اني صادق. صارت يا ولد معنا 24 ساعه ما تفارقنا. قبل شوي اجلس انا وسلطان حميري والله اني صادق اجلس انا وسلطان حميري ونسولف على القهوه حقت لندن. تذكر رحنا لندن اخذينا معنا. يا الله حمار انت حمار حمار. يا
انترت كمان انترت كمان انترت كنا نسولف فيه هذا الهيل بنطحنه والله قليل ابغى قلبي يطير والله يا ابغى قلبي يطير يا ابوي يقول ابغى قهوه ابغى قهوه ابغى قهوه ابغى قهوه قلت ابغى اسوي لك قهوه تعرفين يعني وانا اسف يعني الموضوع بسيط جدا يعني طحان ابشر طحان لا يوم عيد تضحى يوم قالت بيب الله وجهك والله يطول عمرك وفعلك طيب وانا امك قالت يعني قالت يعني البر هذا مستحيل احد يسويه ان احد إن أحد يعني بر وسوي قهوة مع الصباح قالت أمي خرجتني الكلام هذا الكلام الطيب ينحرج الواحد يعني ما قدرت أهرج من كثر الكلام الزين ما أزهز هذا زين أبوي من كثر الكلام الزين ما قدرت أتكلم كلمة واحدة
انا شوف انا عندي نقطه ضعف، لا تمدحني يا ابوي لا انت ولا امي، لاني ما اقدر ارد. يعني نسبك؟ ها نسبك اليوم؟ لا سب ليه ابوي ما نزوق. الموضوع بسيط يعني. مطحنت مطحنت يا الربع. يا اخي انتم خبره والله انكم خبره، كلهم يقولون لنا شويه الهيل لنا شويه ما طحنت. احط ما ينفع حبيبي علي بالهون بالهون